بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة هاي إن شاء الله راح نكمل موضوع الأوبريتر أوفرلودينج. المحاضرة الجاية نبلش باللايبراريز النم باي والساي باي المات بلوت. طبعا نزل جدول الامتحانات المت، بس ما نزل عنا المختبرات. أنا شفت إنه مناسب 2/8، إذا حد عنده اعتراض يحكي. طبعا هو مبدئي، لأنه ممكن الكلية تحدد لنا موعد، إذا الكلية تحددت موعد نلتزم موعد الكلية، بس مبدئيا 2/8 على الأغلب بحطه وقت المحاضرة، يعني مش شرط أبلش من 8، ممكن أبلش الامتحان على 9 مثلا، لأنه 2/8 يوم 2، يعني عندكم محاضرة ما بنبلشوش من 8، بنبلش من 9 الامتحان. متفقين على هاي النقطة؟ دكتور، أنا عندي امتحانين. يوم 2/8. شو امتحانين؟ شو يضم داتابيس، وعندي برمجة متقدمة. داتابيز وايش؟ برمجة متقدمة جافا. جافا. انت من الطلاب القدامى معناته، صح؟ دكتور، هم الامتحانات ضاغطينهم. طيب نخليه ب4/8 يعني؟ عادي دكتور، بس انا عندي بصير 3 بيوم واحد هيك. طيب إذا بدكم ممكن نخليه ب4/8 بدل 2/8، بس كمان 4/8 في امتحانات كثير، يعني أكيد راح يطلع في طلاب كثير عندهم. دكتور رفيب، 4/8 امتحان تاع السايبر. بعرف في عنا داتا ستراكشر، وفي عنا في مواد كثير ب4/8، بس قصدي يعني إنه نتفق هو يا مش راح نأجله الأسبوع اللي وراه، لأنه خلص حتى أنتوا الفاينل راح تكون امتحاناتكم قبل الامتحانات اللي المواد العادية، يعني بآخر 8 راح تمتحنوا فاينل، ما بنقدر نأجل أكثر من هيك، يعني بعد 20 يوم من الميد بدك تمتحن فاينل أنت، صح؟ لهيك ما راح نقدر نأجل، ممكن نخليه ب4/8 وهو ضمن وقت المحاضرة، يعني من على 9 امتحاناتكم راح تكون الصبح، انتوا بتستعدوا من الجمعة، الخميس والجمعة استعدوا لكل امتحانات اللي عندكم، خميس وجمعة وسبت استعدوا للامتحانات. امتحانات مش هالإشي الصعب، انه خلص معناته بنخليه ب4/8 الأربعاء. اللي عنده امتحانات الأربعاء يستعد من الاثنين، يعني يفترض انه الامتحان يوم الاثنين، بس انه أجلنا تقديمه للأربعاء، واللي ما عنده خلاص بيكون الوضع أحسن. نعم يا صفاء. نعم يا صفاء. على قلبك والله، أنا الأربعاء عندي موعد، يعني أنا مش عارفة، يعني عندي موعد عند الدكتور، فما بعرف. هو على 9 الامتحان وقت المحاضرة. تمام، هو الموعد أصلاً على 8، فإحنا ما بعرف يعني. أوقات محاضرات كنتوا كيف تأخذوا مواعيد؟ أنا مش فاهم يعني المحاضرة. موعد مش أنا اللي بحط الدكتور، يعني مش أنا اللي بحطه، يعني موعد الدكتور إيش، خاص ولا حكومي؟ لا حكومي. حاولي أجليه والله، يعني كسرت تعرف يعني. أنت 44 طالب، إذا هسع بدي أمشي على آرائكم. مش عارفة الصراحة، يعني بس يعني صعب كثير يكون الأربع، يعني أنا حتى الأوبجكت يعني حتى قدمته ميك اب يعني عشان نفس الموضوع، فما بعرفش. أنت الأوبجكت ب4/8 الأوبجكت كمان؟ لا السايبر ب4/8. طيب بنشوف الساعة، يعني ممكن نخليه مساء، وإحنا بعدنا يعني الساعة حسب شو راح يفتحوا، أي ممكن يفتحوا لنا الموديل مش الإي ليرنينج. للمختبرات عادة بحطوا الموديل، بس لحد الآن فتت على الموديل، بعدهم حاطين في الفصل الماضي مش حاطينه للفصل هذا. ممكن يحطوا لنا الموديل، بيحددوا أوقات معينة مثلا الصبح للمختبرات والمساء للتعليم العالي، هم اللي بيحددوا لنا الوقت مش احنا.
إذا حددوه بشكل مفتوح ممكن نعمله مساء عادي، يعني على الخمسة امتحان، إذا حددوا وقت مفتوح. على كل حال مش مشكلة، بس الخميس انتم ما عندكوش محاضرة. يعني احنا ليش اخترنا اثنين او اربعة بوقت المحاضرة؟ عشان ما يتعارضش مع اشياء ثانية، عشان ما يتعارض مع اشياء ثانية. لانه بدي احط لك احد ثلاثة خميس بجوز يكون عندك امتحانات محاضرات اشياء ثانية، اما انا مختار وقت محاضرتي. طيب على كل حال نشوف، أشوف بعدين. طيب خلينا نكمل بالرشنال كلاس. طلبت منك تكتب هذا الكلاس، احنا كتبنا الكلاس بوينت، عملنا اوفرلودينج لمعظم الاوبريشنز، يعني عملنا للاس تي ار، للجمع، للضرب، للقسمه، للطرح، لعمليات المقارنه اقل ايكواليتي نوت ايكوال، عمليات اسناد بلس ايكوال، عمليات احاديه نيجاتيف. يعني حاولنا نشمل كل الاوبريتر، معظم انواع الاوبريترز. طبعا في 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 اوبريترز كثير، حتى في اشياء ما اخذتوهاش انتم بالاوفرلودنج، تاخذوا جزء منها بالداتا ستراكشر بتظهر عندكم انه بتعمل اوفرلودنج لكذا، اسم الفانكشن كذا. يعني الان اوبريتر مثلا، الان هي اوبريتر، تعمل لها اوفرلودنج، اسم الفانكشن اندرسكور اندرسكور كونتينز اندرسكور اندرسكور. السبسكريبت، انك تستخدم سبسكريبت object subscript اللي هي ك array of 1 sub 1 sub 2 sub 0. هذا كمان اسمه الفانكشن underscore underscore get item underscore underscore. اذا بدسنت قيمة لعنصر داخل ممكن نطبق عليها كمان حتى لو ما اخذتوهاش من المادة set item. في operators كثير، ايش اخذتوا ايش لا. احنا بالكلاس بوينت اخذنا تقريبا على العمليات الحسابية، على عمليات المقارنة، على عمليات الأوبريتر الأحادية، الأوبريتر الثنائية، طبقنا عليهن الأسايمنت بلس إيكوال عشان نشوف الفرق بيناتهم. وصلنا عند الراشنال كلاس، create a class called rational for performing arithmetic with fractions. Write a program to test your class. حكينا إنه بدي أعمل class اسمه rational لأداء العمليات الحسابية على الكسور، وافحص لي برنامجك. نبلش نكتب فيه ونشوف شو مطلوب منا نعمل overloading لأي operator. هاي الكلاس rational. هذا الكلاس شو رح يمثل؟ شو حكى لي بيمثل ايش؟ بيمثل كسر. شو يعني كسر؟ يعني بسط ومقام، يعني مثلا 1 على 2، 3 على 4، 5 على 6، 10 على 20. هاي كسور، هاي بنسميها كسور. طب الكسور شو الاشي اللي بيميز الكسور؟ هاي بدي بلش بالكونستراكتر عشان اعطي قيم. شو الاشي اللي بيحد الكسر؟ شو هو الكسر؟ عبارة عن بسط ومقام، صح؟ نيوماريتر ودينومينيتر. هاي سميت اختصرت بالاسم، هاي سيل دوت نيوماريتر، هذا البسط، والمقام then لا تساوي زيرو. المقام ممنوع يكون صفر بالكمبيوتر. إذا عملته صفر ممكن أعمل exception، ترى هون try except، إذا كان صفر إنه يعطيني error لأنه ممنوع القسمة على زيرو. المقام cell dot denominator يساوي den، هاي بشرط انه لا يساوي زيرو. اذا كان زيرو ممكن يساوي واحد، لان انا بديش اقبل. طب ليش هيك عملتي؟ لانه هو بمفهوم بالمفهوم بالكمبيوتر، مش بس بالرياضيات القسمة على صفر عدد تخيلي، كمان بالكمبيوتر ممنوع أقسم على صفر. إذا عملت قسمة على صفر بأي برنامج بأي برمجية بيعمل لي إيرور. لاحظ في عنا نيوماريتر ودينومينيتر، إذا بدي صح دينومينيتر
طيب البسط والمقام هي عبارة عن integers، طلب مني يكون private، أنا عاملهن public عشان يكونن private بدي أضيف إيش underscore underscore هيك صارن private members. Provide a constructor that enables an object of this class to be initialized when it's declared. هاي عملنا الكونستراكتر احنا. The constructor should contain default values in case no initializers are provided. بحكي لنا لازم تحط قيم افتراضية. هاي مثلا ممكن نحط تساوي واحد مثلا تساوي اثنين. قيم افتراضية بحيث انه اذا ما اعطيت قيم للبسط والمقام باخذ القيم الافتراضية. بعدين شو طلب منا بعد الكونستراكتر؟ هذا كله على الكونستراكتر. شلون أعمله وأحط قيم افتراضية. Provide functions that perform each of the following tasks. بحكي لنا بدنا نعمل functions، واحد يعمل جمع، واحد يعمل ضرب، واحد يعمل قسمة، واحد يعمل الطرح مثلا. وضفنا الفانكشن str. خليني قبل ما أروح على الأوفرلودينج، خلينا نروح على str والديسبلي. الفانكشن underscore underscore str underscore underscore for returning rational numbers in the form of a على b. بحكي لنا بدي تطبع الكسر على شكل a على b where a is the numerator and b is the denominator، بحيث ان ال a هو البسط و b هو المقام. بعدين كمان بدي اعرف الديسبلاي ميثود to print any object of type rational. خلينا نعمل str والديسبلاي. هاي def str بيستقبل ال str فقط سلب. شو بيعمل ال str؟ حكينا بيحول ال object، بيرجع لي ال object على شكل string، بيرجع معلومات ال object على شكل string. هاي return، شو الشكل اللي بده اياه؟ البسط، شحطة، المقام. str of، طبعا هذا البسط والمقام هن مش string، اذا لازم احولهن لstring عشان يظهرن، اقدر ادمجهن بstring. self dot underscore underscore numerator زائد هاي الشحطة إشارة القسمة زائد str self dot denominator. هاي رجعت string اللي هو راح يظهر مثلا واحد شحطة اثنين، الكسر واحد على اثنين إذا كان البسط واحد والمقام اثنين وهكذا. الديسبلاي ديف ديسبلاي كمان بيستقبل فقط السيلف. شو بيعمل الديسبلاي قلنا؟ بس بيعمل برنت سيلف، يا بتقول برنت سيلف أو برنت اس تي ار اوف سيلف. هي مجرد إني عملت الاس تي ار خلص أنت بتقدر تطبع الأوبجيكت، تقدر تقول برنت أوبجيكت. أنا داخل الكلاس الأوبجكت اللي هو السيلف، أقول برنت سيلف حتى بدون ما تقول str of سيلف، لأنه هو تلقائياً راح يستدعي ال str، بيستدعي ال str، بأخذ هاي وبطبعها. يعني هسه لو لحد الآن بنقدر نفحص الكلاس هاي r1 مثلاً يساوي rational 1.2 1.2 حتى لو ما بعتش هو باخذ 1.2. هاي print r1 بقدر اقول له print r1 بدون ما استدعي حتى الديسبلاي، يعني الديسبلاي مش كثير مهم. هاي r1 شوفوا 1 على 2، لو اعطيته مثلا قيم 3.5 يكون الكسر ايش؟ 3 على 5 هاي 3 على 5 print r1. بقدر اقول print r1 او بقول r1.display. R1 display كمان بعطيني نفس النتيجة هي 3 على 5، رح تطبع لي الأوبجكت هاي. إما بستدعي الديسبلاي اللي هو بيطبع باستخدام الـ str. هو طب قولي وين الـ str؟ بقول لك مجرد أنا ما عملت الـ str زي ما بقدر أقول print الأوبجكت بقدر أقول print cell، أو بصير أحكيها str of cell، بصير تحكي str of cell أو print cell مباشرة بالديسبلاي، لان انا عملت ال str. لو مش عامل ال str لا بدي اطبع هيك، بدي اطبع هاي المعلومات البسط الشحطه المقام.
طيب نكمل على الأوبريتر أوفرلودينج. مطلوب مني أعمل أوفرلودينج لعملية الجمع بحيث أجمع two rational numbers. شو يعني two rational numbers؟ يعني أجمع كسرين، بحيث أجمع كسرين أعمل أوفرلودينج للجمع. يلا مين ينقلنا كيف نعمل أوفرلودينج لعملية الجمع؟ مين ينقلنا كيف نعمل أوفرلودينج للجمع؟ يلا يا شباب. في حمزة ناس انك عندك كوز، ما انا ذكرتكو قبل بيوم ولا نفس اليوم مش ذكرتكو معنا. طيب بس انتبه انه ما تضيعش الكوزات اللي ظلت او الواجبات، رح احط لكم واجبات، واجبات والكوزات ما نضيعهاش، يعني ضيعنا واحدة ما نضيع غيرية، اتفقنا؟ يعني انا بخلي واحد هيك احتياط لو واحد صار عنده ظرف اشي بالكوزات. بس ننتبه انه ما نضيعهن، يعني ما نضيعش اشياء ثانية. وعني ذكرتكم، يعني رجعت ذكرتكم، انا احنا كان السبت اللي قبله بس خفت الطلاب ما يكونوش كلهم عارفين، اجلت للسبت اللي وراه. يلا مين ينقلنا كيف نعمل؟ تقدر بالمشاركة كمان انك تعوض الكوز ضاع عليك. تذكرني مثلا عملت مشاركتين ثلاث، تقول لي هذول بدل كوز. ممكن بس مش مشاركة واحدة، نكون أكثر من مشاركة. يلا يا شباب. يلا يا شباب، نستنى كثير. نقلني، بديش تكتب، بدي تنقلنا. نعمل overloading للجمع، صعب؟ شو الهيدر للفانكشن؟ شو الهيدر للفانكشن؟ كيف بنعرفه ديف؟ شو اسم الفانكشن؟ شو اسم الفانكشن؟ underscore underscore add. طبعا هل الجمع ثنائية ولا أحادية؟ ثنائية، لها طرف two objects، تجمع rational مع rational، self فاصلة other. طبعا السلف لازم أسميه سلف، اليسار لازم أسميه سلف. السلف يمثل الأوبجكت اليسار، يسار الأوبريتر. الأذر اللي بيمثل على اليمين الأوبريتر. السلف اللي على اليسار، الأذر على اليمين. انتبهوا إن السلف كلمة محجوزة، لازم أسمي سلف. أذر لا، لو سميته بدل أذر سميته أو، سميته أوبجكت تو، سميته رايت، سميته أي اسم عادي، مش مشكلة. هذا ايدنتيفاير أنا من عندي، يوزر ايدنتيفاير، هذا يوزر، هذا لا، هذا كيورد. اتفقنا؟ يعني هذا ممكن تسميه مثلا رايت، انه رايت او اوبجكت تو. السلف لا، لازم اسميه سلف، اللي هو بيمثل ايش السلف؟ قلنا الطرف اليسار. طب هسه عشان احنا نحقق كمان مفهوم الجمع، مفهوم الجمع لما اجمع مثلا اوبجكت زائد اوبجكت، هل الاوبجكت اليسار راح يتغير او اليمين راح يتغير؟ يعني عملت اوبجكت واحد على اثنين زائد ثلاث على أربعة، هل اليسار أو اليمين راح يتغير؟ ولا واحد راح يتغير، راح يطلع عندي أوبجكت ثالث كسر جديد، راح يطلع عندي كسر جديد في نتيجته حاصل جمع البسط مع الكسر الأول مع الكسر الثاني، صح؟ إذا أنا لازم زي ما عملنا بالبوينت لازم أعرف أوبجكت تمبوراري أو ريزلت، أسميه temporary. طبعا اسمه انت حر اسمه، بس تسميه temporary بدك تسميه result انت حر. rational هذا الأوبجكت، طبعا في عندي قيم افتراضية لهيك ما حطيتش قيم، راح يكون البسط فيه. انتبهوا أنا لما بدي أقسم بدي أجمع شو لازم أعمل؟ لازم أوحد المقامات، يعني هون المقام المشترك بالنتيجة شو رح يكون؟ ثمانية. الثمانية هاي منين رح تيجي؟ من حاصل ضرب المقامين. طب البسط رح يكون ايش؟
عشان يظهر عندي الباص بدون ما نختصر. طبعا ممكن نزيد صعوبة ان نقول لك اوجد القاسم المشترك الاكبر واختصر الكسر، مناش نختصره، ان نوجد اسهل طريقة. اسهل طريقة اني اضرب المقام الاول في مقام الاول في مقام الثاني، بصير عندي واحد مشترك اللي هو 8 2 في 4. طب عشان اضرب 2 في 4 البسط هذا بدي اضربه ب 4 في المقام الثاني، وهون بدي اضربه في المقام الاول اللي هو الاثنين. يعني الواحد صارت 1 ضرب 4 زائد 3 ضرب 2، صح؟ ليش طب هيك عمله؟ لان انا عشان اوحد المقام هذا الكسر ضربته ب 4، عشان أقول الكسر اللي هو المقام 8 النص اللي هي 4 8. طب 3 على 4 عشان أصير المقام 8 ضربته ب 2 اللي هي 6 على 8، صح؟ بعدين بعد هيك وحدت المقامات. شوفوا رح أحكي تم، هذا الأوبجكت بدي أخزن فيه النتيجة. دوت نيوماريتر، شوفوا دوت نيوماريتر هذا بسطه. بسطه شو يساوي؟ بسط الأول سيلف دوت نيوماريتر، حط المثال قدامي، هاي بسط الأول سيلف دوت نيوماريتر ضرب، بيش ضربته هذا لما وحدت المقام؟ بمقام الثاني أدر دوت دينومينيتر زائد هذا كله، بس يعني بقول اللي هي 1 في 4 بسط الأول في مقام الثاني زائد إيش؟ زائد إيش هسه؟ بسط الثاني في مقام الأول، بسط الثاني اللي هو أذر دوت دينومينيتر ضرب سيل دوت غلط نيوماريتر، هاي بسط الثاني اللي هو الثلاث البسط ضرب المقام بالأول سيلف دوت دينومينيتر، هذا كله البسط. ليش هيك صار؟ لأني وحدت المقامات. طيب تم دوت المقام بالنتيجة، هذا البسط، نتيجة البسط، نتيجة المقام يساوي سيل دوت دينومينيتر ضرب أذر دوت دينومينيتر return 10. شوفوا الجواب وين رجع، رجعته كأوبجكت كامل. الأوبجكت اللي تخزن فيه حاصل جمع التو fractions الكسرين، هاي اللي هو 10. 10 في البسط يعني لو كان الكسرين 1 على 2 3 على 4 هسا بقدر أطبق؟ بقدر أطبق. شوفوا هاي 3 على 4 بعمل كسر ثاني R2 يساوي راشنال راح يكون 1 على 2، هاي القيم الافتراضية 1 على 2. هلا قلت له print R1 زائد R2 شو راح يطلع؟ يطلع 10 على 8.
غلط بالكتابة. دكتور انت ليه بعد الزائد حاطة إشارة الكسر؟ عشان انزل على سطر جديد. اوكي. في اشي بالكتاب غلط؟ مش شايف اشي. طيب خليني ارجع اكتبها مرة ثانية. myself dot numerator. طيب خليني هيك اشوف لحد الان. طيب ليش ما يطلب على الدنيا؟ ضرب قلنا other dot denominator. شوف لحد الآن في error. ما طلب على denominator. ايش طيب؟ كله صح، بس انه هاي ناسين الاقواس هون. ما فيش غلط بالكود، الكود كان صح بس ما في ناسين الاقواس هون، لهيك بعطينا ايرور. هيك انتبهوا احيانا الايرور مش شرط انه مكان ما بعطيه. other dot انا بحكي ما فيش ايرور. numerator ضرب self dot denominator. أنا حاطين هون ما فيش أقواس، شوفوا كيف بعطينا الايرور. ما أعطانا الايرور على هاي، صار يعطينا الايرور هون مع إنه ما في ايرور. شوفوا هاي 10 على 8، 3 على 4 زائد 1 على 2. 1 على 2 هذا R2. 1 ضرب 4 زائد 3 في 2. 1 في 4 4 زائد 3 في 2 6. 6 زائد 4 10. هاي النتيجة بسطها 10، والمقام 2 في 4 8. 10 على 8 R1 زائد R2. وحكينا من الطرح إن نعمل overloading لعملية الطرح.
نفس الكود بس اسم الفانكشن سب، وطرح الكسور نفس المبدأ بس بعد ما وحد المقامات بدل مجمع البسط مع البسط بطرح، بعمل بس طرح، هاي الفرق. أما المقام نفسه بدأ وحده، ولازم بتوحيد المقام رح يكون نفس النتيجة، بس بعد ما أوحد المقامات بعمل طرح بدل الجمع. لو عملنا R1 ناقص R2 هاي print R1 ناقص R2 أو R2 لأنها R2 3 على 4 R2 ناقص R1 إذا بدي قيمة موجبة، R2 ناقص R1 3 على 4 ناقص تطلع 2 على 8 ناقص 2 على 8 R2 هي 1 على 2 ناقص 3 على 4 1 على 2 ناقص 3 على 4 تطلع سالب 2 على 8 صح. لو قلنا R1 ناقص R2 تطلع 2 على 8 R1 ناقص R2 تطلع بدل ناقص 2 على 8 2 على 8 2 على 8. لو بدي اعمل عملية الضرب، الضرب شو اسم الفانكشن؟ underscore underscore mul underscore underscore كمان بيستقبل سيلف وأذر. ليش سيلف وأذر؟ قلنا لأنها باينري إلها طرفين، اليسار سيلف اليمين بصير يكون شو ما كان. هسا ضرب الكسور هل راح يتغير البسط الكسر الأول أو الكسر الثاني؟ لا. إذا راح أعمل temporary نفس الطريقة تم راشونال أقواس بعدين البسط بعملية الضرب. بده توحيد مقامات؟ لا. هل بدي توحيد مقامات هون؟ لا. النيوماريتر، النيوماريتر للجواب اللي هو البسط يساوي بسط الأول في بسط الثاني. كيف بسط الأول؟ هي self dot self dot underscore underscore numerator، هاي هيك بسط الأول. ضرب بسط الثاني، وين الثاني؟ other dot numerator. طب هاي خلصنا، هاي هيك البسط في البسط. طب والمقام؟ طب المقام وين بدي خزنه؟ tim dot underscore underscore denominator يساوي مقام الأول في مقام الثاني. هيك بضرب البسط في البسط والمقام في المقام، وبخزن النتيجة وين؟ بالأوبجكت تجديد التم، مش بالأوبجكت مباشرة تم يساوي، لا تم النيوماريتر إله يساوي كذا، تم الدينومينيتر إله يساوي، اتفقنا؟ سيلف دوت أندرسكور أندرسكور دينومينيتر ضرب أذر دوت أندرسكور أندرسكور دينومينيتر واخر شي ريتيرن. وين خزنت النتيجة انا؟ بالأوبجكت اللي اسمه تم، ريتيرن تم. هاي عملية لو هون طلب مني طرح وضرب وجمع، هيك طلب مني، ما طلبش مني بلس ايكوال. خلينا نعمل بلس ايكوال احنا عشان نركز على فكرة الفرق بين الجمع العادي والبلس ايكوال الاسايمنت. بلس ايكوال اسايمنت اوبريترز بنسميها. نعمل plus equal مثلا، شو اسم الفانكشن؟ add ولا i add؟ شوفوا اسماء ال plus equal، ال equal الجمع add، plus equal i add. الضرب، الضرب ايش؟ mul. الضرب equal i mul، نضيف i، اتفقنا؟ طبعا في حالات كثير لل overloading، في اذا بدي اعكس الاوبراند اللي بدي يعتبر اليسار لليمين بحط r r add مثلا بدل. بس انتوا بالمادة اللي اخدتوها اخدتوش كل الحالات. كمان عملية الاسايمنت الها طرفين، بلس ايكوال الها يسار ويمين، لهيك بحط سيلف وأدر. نشوف هسا بمفهوم الاي اد، عملنا مفهوم السب والاد والمل، انه طبعا ما طبقناش القسمة رح نرجع نطبقها تكونا هسا على القسمة ما طبقناهاش. خلينا نعمل الاي اد. هل بحاجة نعمل temporary object؟ هل بحاجة اعمل temporary object؟ لما أقول R1 plus equal R2، R1 بده يتغير، إذا أنا مش بحاجة لأوبجكت ثالث، مش بحاجة لتمبوراري. لما أقول R1 زائد R2 رح النتيجة تطلع عندي أوبجكت جديد، هيك كنت أعمل تمبوراري. لما أحكي R1 plus equal R2 مين رح يتغير؟
R1 إذا أنا أول شغلة مش بحاجة لتمبوراري راح يتغير اللي هو اليسار self dot self dot numerator numerator شو راح يصير بسطه راح يصير بسط self dot numerator راح يصير نفس أنا نسخت الطرح تغيرها لجمع زي ما وحدنا المقامات بالضبط بس النتيجة وين تخزنت ما تخزنت بأوبجكت جديد تخزنت باليسار بالطرف اليسار طيب كذلك self dot denominator شو يساوي self dot denominator ضرب other dot denominator return في عندي temporary هون عندي self وين تخزن النتيجة في الأوبجكت اليسار بقول return self شفتوا الفرق بين عملت نفس الشغل بس إني خزنت النتيجة وين بالself نفسه باليسار ما عملت أوبجكت جديد ما عملنا أوبجكت جديد نخزن فيه النتيجة خزنت النتيجة شوفوا هسا لو جيت قلت له R1 plus equal R2 print R1 رح يصير 10/8 ليش؟ لأنه تغير لأنه حصل شوفوا شو صار R1 10/8 اللي هو حاصل جمع 3/4 بس قبل ما أقول له R1 plus equal R2 صح أعمل الجمع ل R1 و R2 لو طبعت R1 شو هي 3/4 بقدر 3/4 هي 3/4 شايفين بس بعد ما عملت R1 plus equal R2 R1 تغيرت خزن فيها حاصل جمع R1 و R2 خزنهن ب R1 أي print R1 طب ظل عنا عملية القسمة div شو اسم القسمة true div underscore كمان بستقبل self و other هل هاي عملية assignment لا لو assignment بتضيف ال i صح اذا لازم اعمل temporary كونها مش assignment temporary rational بالقسمة للنيوماريتر للجواب شو رح يكون شو يساوي والدينومينيتر شو رح يساوي تم طبعا هيك طبعا انت هيك ما بصير تكتب بس انا شو رح يساوي شو اصل القسمة هون اعمل لي هون مثال مثلا 1/2/3/4 هي شو تساوي 1/2 ضرب 4/3 حط مثال عشان نقدر نحط طيب اذا هي راح تكون بسط الاول في مقام الثاني البسط شو راح يطلع راح احولها لعمليه ضرب المقلوب بصير بسط الاول راح اضرب بسط الاول الأربعة هاي شو هي؟ مقام الثاني بسط الأول self dot numerator ضرب مقام الثاني other dot denominator هاي البسط بالجواب طب المقام بالجواب tim dot denominator شو المقام راح يكون؟ المقام في مقام الأول في بسط الثاني لأني عكست self dot مقام denominator ضرب other dot numerator هاي القسمة وآخر شيء شو أحكي له return إيش
ريتيرن سيل، لا هو ريتيرن تيم، وين تخزنت النتيجة؟ بتيم. هسه لو قلنا هاي R1 قبل ما نجمع جمع فعلي، هاي print شوفوا R1. طبعا أنا بقدر أطبع بطريقة أحسن من هاي الطباعة، بقدر أقول له print R1 دوريكم كل العمليات زائد فاصلة R2 فاصلة يساوي فاصلة R1 زائد R2 Ctrl C Ctrl V هاي الطرح الضرب. هل بقدر استخدم الضرب؟ اه لاني عملت overloading لعملية الضرب. بقدر استخدم القسمة؟ اه لاني عملت overloading للقسمة. وين الضرب؟ النيوماريتر هاي عندي غلط هون. كتبها مرتين غلط. قسمة كمان سطر 41 دكتورة. وين؟ ممكن. لا لا. هاي نيوماريتر كاتبها تم دوت نيوماريتر. تم دوت القسمة. هون تم دوت نيوماريتر. هاي كاتبها غلط. كاتب الـ A قبل الـ نيوماريتر. شوفوا هاي. 3 على 4 وين هون 3 على 4 زائد 1 على 2 تساوي 10 على 8 3 على 4 ناقص نص تساوي 2 على 8 3 على 4 ضرب 1 على 2 3 على 8 3 على 4 على 1 على 2 تساوي 6 على 4 منين اجت 6 على 4 اللي هي 3 على 4 ضرب 2 على 1 ضرب 2 على 1 اللي هي ضرب المقلوب 3 على 4 ضرب 2 على 1 بتصير ايش 6 على 4 عرفنا منين اجت القسمة اللي هي ضرب المقلوب. طيب هاي عملنا كل الاوبريتورز المطلوبة، ضل عنا اخر شيء الانفيرت. هاي شو اسمها المادة؟ شو اسم الفانكشن؟ انفيرت. انفيرت هون طالب مني swap the values of numerator and denominator for any object. ابدل قيمة البسط تصير مقام، قيمة المقام تصير بسط. طيب خلينا نعمل الانفيرت def underscore underscore invert. هاي اللي بتمثل المادة self فقط self. شوفوا شو بستقبل فقط self مش self وother لأن هاي operator أحادية تأخذ object واحد بحط بس self. شو قال لي؟ قال لي بدل البسط مكان المقام والمقام مكان البسط. أول شيء بدي أفحص if self dot enumerator not equal zero. طبعا ممكن البسط يكون صفر بس مش بس ممنوع المقام يكون صفر. طب انا هسه بدي ابدل، بلكي البسط كان صفر وجيت بدلت بصير المقام صفر، صح ولا لا؟ self dot enumerator فاصلة سيل دوت دينومينيتر يساوي
self dot denominator فاصلة self dot numerator. Else print cannot be inserted. Return self. ليش رجعت self؟ رجعت الأوبجكت نفسه لأنه هو تغير. يعني هسه بقدر أحكي له print invert R1. R1 ثلاثة على أربعة المفروض يعطيني إيش؟ أربعة على ثلاثة. هي أربعة على ثلاثة. لو جيت قلت له print R1، R1 شو رح هسه صار؟ خلص أربعة على ثلاثة لأنه تغير. هي صار أربعة على ثلاثة. هسا احنا فكرة الانفيرت، مش احنا حكينا ضرب القسمة هي ضرب المقلوب؟ مش قلنا ضرب المقلوب القسمة؟ بقدر اكتب كود استفيد من الانفيرت. شوفوا هذا راح اعمل عليه كومنت، راح اعملها كومنت واكتبه بطريقة ضرب المقلوب. شوف طريقة ضرب المقلوب، بدون حتى التم، بتقدر بدون تم ضرب المقلوب. ما انا عامل الضرب صح، عامل الضرب، انا عامل الضرب او عامل سيل ضرب. شوفوا ضرب انفيرت اذر بصير هيك. اه بصير، مش انت عامل اوفرلودنج للضرب. اذا انت بتقدر تضرب تو اوبجكت، والقسمه شو هي؟ هي الأول في مقلوب الثاني، ضرب مقلوب الثاني، والإنفيرت بيعمل المقلوب. إذا سيل ضرب، هل الجواب راح يتغير؟ انتبهوا على القسمة، ثلاثة على أربعة على واحد على اثنين تساوي ستة على أربعة، هل راح يتغير الجواب؟ هي ثلاثة على أربعة على، بس هو لما طبعه طبعه اثنين على واحد لأنه بدله، لأنه عمل عملية التبديل، بس الجواب نفسه هي ستة على أربعة، لأنه عمل إنفيرت للأذر، عمل إنفيرت. شوفوا الجواب بس نفسه هي ستة على أربعة. بس إنه غيره، إذا بديش يتغير ممكن أعمل temporary هيك تم يساوي invert other وارجع ارجع الاذر زي ما كانت عشان ما تتاثر. بس انتبهوا الجواب كيف ظل نفسه ستة على أربعة. شوفوا بنقدر نعمل، بنقدر نستفيد من الاوبريتورز اللي عملنا لها اعاده تعريف. تقدر تستفيد من الاوبريتورز اللي عملت لها اعاده تعريف وتستخدمها في تعريف اوبريتورز اخرى. يعني هسه استفدت من الضرب، شفنا كيف استفدنا من الضرب بدون ما اعمل الكود كل واحد لحال. خلص سيلف ضرب مضروب الهاي، عندي ارجعها تم عشان ما تتغيرش. هاي ستة على أربعة. عشان أوريكم كيف تستفيدوا من ال، إذا أنت عامل overloading لأوبريتر، تقدر تستفيد منها بعمل overloading لأوبريتر أخرى. طب هذا المثال، خلصنا السؤال هذا من مشروع ورقشيت رقم أربعة. ووركشيت رقم أربعة كمان بتحكي عن الأوبريتر overloading. حكي لي هون write a full documented Python program that implements a class called employee. نرجع على class employee اللي عملناه المحاضرات الماضية. Given the specification below, data that is associated with an employee class
name or private data member of type string for that represent the employee name, the ID of type integer to hold employee number, an array to hold the monthly salaries of the employee. هذا عملنا لكلاس employee. نكتب بسرعة الأشياء اللي عملناها بس نعمل overloading العدد من الأوبريتر. هاي عنا class employee. طبعا هون كويس إن رحنا على class employee. ممكن أضيف لك كيف تعمل overloading للget item للsubscript على object. الأوبجكت اللي بداخله array ممكن تحط subscript تكتب object sub zero مثلا. بدك تكون عامل overloading للsubscript. كيف تعمل لها overloading؟ ممكن هسا أوريكم كيف. هسا نعرف الconstructor int cell فاصلة. شو في عنا name والID والsalaries. تتذكروا اللي هن الرواتب. والسلرز قلنا عشان نجبره انه يعملها ليست ممكن احط له هيك يساوي براكت. سيل النيم طلب انها برايفت. اما باقي الممبرز سيلف دوت اي دي يساوي اي دي سيلف دوت سلرز يساوي سلاري. وقلنا بنقدر نعمل خطوة انها هاي كمان هي ليست وسنت لها ليست اني احط سيلف دوت سلاريز يساوي براكت بعدين اقول له سيلف دوت سلاريز يساوي سلاريز كمان بصير. بعد الكونستراكتر constructor with arguments to initialize object data member to any given values function to calculate the annual salary والtax. خلينا نعملها بسرعة عشان نروح على الأشياء. الannual salary حسبناه المرة الماضية. الannual salary شو كان يساوي؟ باخذ self ويرجع جمع المصفوفة. الجمع في عنا method جاهزة تعمل sum للist sum self dot salaries. هي salaries هي list أو بتجمع عادي تعمل دوران يجمع عناصر الليست اللي هي السلري. التاكس ديف تاكس اللي هو الضريبة. الضريبة سيلف بحكي لي هي 10% من الراتب السنوي. ريتيرن 10% اللي هي بوينت هيك 10 ضرب سيلف دوت راتب السنوي بستدعي الانيوال سلري. الانيوال سالري هاي التاسك فانكشن تو كالكوليت اند ريتيرن ذا تاسك ويتش ايكوالز 10% اوف ذا انيوال سالري. شوفوا كيف استدعينا الانيوال سالري. كيف قلنا 10% من الانيوال سالري 10% ضرب سيلف دوت انيوال سالري. استدعيت الفانكشن annual salary اللي بحسب الراتب السنوي. طب بعدين طلب منا نعمل overloading لل str. ال str function that returns the name and ID for that employee. احنا راح نرجع كل المعلومات الموظف. هاي str راح ارجع string. برجع لي string بيحتوي على كل معلومات الموظف. هاي ممكن نعمل ST إذا المعلومات كثير هيك مش مباشرة. بعدين أصير أدمج له ST plus equal هاي employee name يساوي cell dot name وننتبه الإشي اللي بعمله private أظني أكتب underscore underscore ST مش يساوي بلس ايكوال بدي اضل نضيف عليها. بدي انزل سطر طبعا مش عارف ايش هو هاي باك سلاش ان بتحط امبلويي اي دي يساوي
طبعا تابو هون زائد ما راح تضيف لي فراغات زي الفاصله. الفاصله بالبرنت بتضيف الفراغ، اما هون بالدمج ما راح يصير في فراغات ولا ينزل سطر الا اذا انت عملت السطر str of self dot id. طيب st plus equal backslash n employee سيلرز. إذا بدي يطبع لي كل عنصر لحال بصير، أو ممكن أطبعهن كليست str of self dot سيلرز، طبع لي إياهن كليست بين براكت عادي. إذا بدك تطبع كل قيمة لحال بتعمل دوران، الدوران هذا بتضيف عنصر عنصر من السيلرز على ال st. آخر شي return st، وإلا string تخزن في st بعمل له إرجاع. ال str عملناه، طبعا display أصلا فيش داعي إله، خلص مجرد ما يكون في عندي str فيش داعي للفانكشن display عشان ال object dot display، خلص أنا بقدر أقول print لل object بين أقواس ال object لأنه ال str موجود. طالب منا نعمل overloading للأكبر أو يساوي greater than or equal operator to return the true if the annual salary of the first object is greater than or equal the annual salary of the second object. يعني بدي اقول اكبر او يساوي بناء على ايش؟ الموظف الاول مع الموظف الثاني، بناء على راتبه. اي راتب؟ الراتب السنوي، دخل السنوي. اتفقنا؟ يلا مين يعمل لنا overloading للاكبر او يساوي؟ مين ينقلنا؟ مين ينقل؟ مين ينقلنا الاوفرلودينج؟ يلا يا شباب مين؟ طبعا امتحانك اذا تأجل للاربعاء يعني راح يدخل النم باي والساي باي، المادة اللي اخذناها مع الاوفرلودينج مع النم باي والساي باي. احنا بعدنا الاربعاء الجاي راح ندخل، والاثنين ممكن يدخل كمان المات بلوت والباندان إذا كملناها. وأنا هو ظل من الفصل 4 أسابيع على فكرة، يعني هذا أسبوع، الأسبوع الجاي واللي وراه واللي وراه للمختبرات. المواد لا 5، يعني راح نظل آخر 8 وإحنا نعطي محاضرات للمواد. المختبر لا، لأنه بكون امتحانه أصلا قبل، يعني هن 4 أسابيع، الأسبوع هذا والأسبوع الجاي في من ضمنها المحاضرة امتحان، ظل أسبوعين غيرهم، يعني لا تفكروا إنه طويل الفصل. فصل الصيفي قصير وراح منه جزء أسبوع لعطلة العيد. يلا مين يعمل لنا overloading للأكبر أو يساوي؟ شو اسم الفانكشن؟ مش فتحت المحاضرة الماضية على فتحنا على السلايدات وريتكم شو أسماء الفانكشن؟ underscore underscore دائما ببلش وبنهي بأندرسكور من اسمه greater than or equal greater than gt greater than or equal ge ge. احفظوا الأسماء، هل هي أوبريتر أحادية ولا ثنائية؟ الأحادية بتأخذ بس سلف، الثنائية اللي إلها طرف يسار ويمين بتأخذ سلف وأذر، هاي سلف فاصلة أذر، لأن هاي أوبريتر ثنائية باينري، صح؟ بدي أقارن بين تو أوبجيكت، أوبجيكت 1 وأوبجيكت 2، بناء على إيش قال لي قارن؟ سلف دوت أنيوال سالري، أنيوال سالري المجموع الراتب السنوي للأول إذا كان أكبر أو يساوي، طبعا مش شرط أحط إف، ممكن أقول ريتيرن مباشرة، هي عملية مقارنة، إذا جوابها ترو بيرجع لي ترو، إذا جوابها فولس بيرجع لي فولس. أكبر أو يساوي أذر دوت إيش؟ أنيوال سالري. هاي هي أقول لك رد قارن الانيوال سالري من السيلف مع الانيوال سالري من ال... اذا كان اكبر او يساوي رجع ترو، اذا لا رجع فولس. ممكن تحط جمله اف إلس اف كذا ريتيرن ترو، اذا لا ريتيرن فولس، بس هي اصلا عمليه مقارنه، يعني نتيجتها يا ترو يا فولس مباشره، راح يرجع لي ترو او فولس. طب هاي اكبر او يساوي عملناها. طب ماينس ايكوال، ماينس ايكوال هاي assignment operator overload minus equal operator to subtract specific value from the salaries
for an employee. شوفوا شو بدي يطبع، مش object من object، لأنه مش منطق أطبع أنقص object من object، employee من employee، منطق أنقص من بعض؟ لا، بس شو قايل لي هون؟ subtract specific value، بدي أطرح قيمة from the salaries for an employee، من رواتب الموظف. موظف بدي أنقص قيمة من رواتبه، يعني مثلا عملنا له لسبب معين عملنا له خصم للسنة الجاية كلها أو للسنة الماضية، شو راح أعمل؟ كيف أعرفه؟ ديف شو اسمه قلنا؟ السب، الطرح سب، الصرح إيكوال آي سب، كنا نضيف الآي لأني مش ماخذ آي سب. شوفوا ببلش بأندرسكور أندرسكور وبنتهي أندرسكور أندرسكور. وشوفنا المحاضرة الماضية إنه لو ما لو شلت أندرسكور منهن أو مش حطيتش الأندرسكور بيكون بيعتبروا ميثود عادية، ميثود عادية مش ما بعطيك إيرور، بيعتبروا ميثود عادية عادي، بيعتبرها ميثود موجودة اسمها آي سب مثلا لو ما حطيتش، بس ما بيعتبرك عملت أوفرلودينج للأوبريتر. أنت ليش بتعمل أوفرلودينج للأوبريتر؟ عشان تستخدمها مع الأوبجيكت، زي قبل شوي كنا نقول R1 زائد R2 بدون ما أقول له R1 dot add بين أقواس R2، لا R1 زائد R2 لما تكون عامل أوفرلودينج تستخدم الأوبريتر مباشرة، أما مش عامل أوفرلودينج بدك تستدعي فانكشن عادي ميثود عادية. اتفقنا؟ الآي سب كمان هو باينري بيستقبل سيلف وأذر. شوفوا باينري أوبريتر إلها سيلف فاصلة أذر. طب قبل شوي ركزنا السب بعمل تمبوراري، إذا جمع طرح ضرب عادية الأوبجكت نفسه ما راح يتغير، بعمل أوبجكت جديد تمبوراري بخزن فيه النتيجة، بس لما يكون آي سب آي أد ما بعمل تمبوراري لأنه الأوبجكت اللي على اليسار هو نفسه بده يتغير. اتفقنا؟ ما راح أعمل تمبوراري. سيل ما قال لي بتغير لا الاسم ولا الرقم، الموظف ممكن أغير اسمه ورقمه؟ لا، الاسم والرقم مش رح يصير عليه التغيير بالآي سب، رح يتغير على مين؟ على الرواتب، رواتب الموظف، ما قال لي راتبه، رواتبه، الرواتب، الرواتب هي ليست، رح أعمل دوران for I in range ورح أستخدم طريقة الإندكس بالدوران مش طريقة for element in salaries، لأنه for element in salaries ما رح تقدر تعدل على قيم العناصر السالاريز، أنا بدي أعدل عناصرهن for I in range of len of salaries. إذا بتتذكر هاي len of salaries رح يعطيني عدد عناصرها cell dot salaries sub i salary sub i sub 0 اللي هو راتب الشهر الأول minus equal other، وانتبهوا الأذر هون مش object، الأذر هو value، ما راح أقول له other dot salaries، الأذر هي قيمة، قيمة عدد مثلا 50 55 50 ونص 10 ناقص 2. شوفوا من الرواتب بدي أطرح، وآخر شيء شو راح أقول له return self، لأنه مين اللي تغير؟ الأوبجكت نفسه بالآي سيل آي سب، رح أرجع سيلف ورجعنا سيلف، وهون طرحت قيمة مش أوبجكت، قيمة من رواتب الموظف. رواتب الموظف عشان أطرح من كل عنصر عملت دوران، عملنا دوران عشان نطرح من كل، ما بقدر أقول له سالاريز ناقص إيكوال أذر، تقدر تقول جمع، الجمع مع بمفهوم الدمج إذا بتتذكروا ليست، بقدر أطبق عليها جمع بمفهوم إني بدي أدمج ليست مع ليست، بس ما بقدر بدي عناصرها الرواتب أطرح منهم قيمة، إذا لازم أعمل الدوران، لازم أعمل اللوب. طيب هسا نعمل تيست، هاي write a driver program، هسا راح أضيف لك كمان operator overloading على نفسه، بس خلينا نعمل الدرايفر. Write a driver program that test employee class as follows. Create an object of type employee called E1 using argument constructor. طيب اعمل الobject E1 من نوع employee. قبل ما اعمل employee بدي اكون عندي salaries الرواتب، احط رواتب ل 12 شهر
12 شهر رواتبهن، إذن E1 يساوي employee اسم الموظف أحمد رقم 1 رواتب مخزنة بالمصفوفة اللي اسمها سان، صح؟ بالليست سان. لو قدرنا نقدر نعمل برنت ل E1 بقدر، ليش؟ لأني عامل ال STR، بقدر أقول برنت E1 هاي طبعا عليها هي. employee name يساوي أحمد، employee ID يساوي 1، employee salaries هاي الرواتب. شوفوا طبعها كليست الرواتب، إذا بديش يطبعها كليست لازم أعمل لوب، لازم أعمل لوب وأضيف عنصر عنصر على ال ST. فبعد ما عملنا print ل E1 define another object of type employee named E2. نعرف object E2 هاي E2 يساوي employee اسمه علي رقم 2 رواتبه خليه نفس الرواتب. بصير خليه نفس الرواتب بصير. هسا بقول له E2 minus equal 50، خلاص بطل بطلن زي بعض. بصير أقول minus equal 50، طبعا كنت استخدمت غلط، لازم minus equal 50 بصير. لأني أنا عامل overloading لل I sub مش لل sub. sub طرح عادي لل I sub بحيث أطرح قيمة. هسا صار E2، طب قول لي استخدمتي نفس السلاري نفس الرواتب، راح يكون بالبداية نفس الرواتب بس طرحت 50 من E2 صار مش زي بعض، يعني هذا 342 هذاك راح يكون 392 292 صح؟ يعني طرحت 50 من كل راتب، 534 بتصير 500 نقص منها 50 بتصيروا 84 وهكذا 484. لو طبعت برنت بطبع الاوبجكت E2، طبعا هو ما قال ليش نقص بس انا لاني حطيته نفس السال ما قال لي نقص. نيم وين النيم؟ هون مستخدم سيلرز لازم شو اكتب؟ سيلف دوت سيلرز. شوفوا الموظف هاي 292 صار لاني نقصت 50. طبعا انا مش ما طلب مني نقص 50 بس انا ليش نقصت 50؟ لاني تعاجزت اعمل رواتب لاي 2 حطيت له نفس رواتب اي 1 وجيت نقصت منها 50 عشان يطلع مختلف، اي 1 يطلع مختلف عن اي 2 اتفقنا؟ قال لي تيست اف اي 1 از جريتر ذان اور ايكوال اي 2، افحص هل اي 1 اكبر او تساوي اي 2؟ اي 1 راح يكون اكبر صح ولا لا؟ هاي if E1 أكبر أو يساوي، هل بصير أستخدم الأكبر؟ هل بصير أقول E1 أكبر من E2؟ لا، لأن أنا مش عامل overloading لل greater than GT، أنا عامل overloading لمين؟ لل greater than or equal. إذا أنا بس بقدر أستخدم مع الأوبجكت greater than or equal اللي هي GE الفانكشن. print بديش اطبع E1 is greater than E2 هاي E1 is greater than E2 والماينس equal طبقناها على E2 خلاص. طيب بدي اطبق لك كمان اوبريتر انت ما اخذتهاش. هسا احنا هون بالكلاس امبلويي بداخله في سالاريز رواتب، رواتب لل 12 شهر. لو بدي عن طريق الاوبجكت مثلا هون E1 اجي اقول له مثلا برنت E1 sub 0 على فرض انه بدي يطبع لي الاوبجكت راتب الموظف بالشهر الاول. برنت E1 sub 1 راتبه بالشهر الثاني وهكذا. هل هاي راح يعطيني هسه ايرور؟ شو راح يعطيني؟ راح يعطيني ايرور. ليش راح يعطيني ايرور؟ لان انا مش عامل اوفرلودنج لعمليه السبسكريبت على اوبجكت.
هاي اسمها سبسكريبت بنسميها. صح هو بداخله في الري. طب انا اذا بدي ارجع لعنصر داخل الاري اللي هي السيلرز الموجوده داخل الاوبجكت، في فانكشن اسمه جيت ايتم. شو اسمه؟ هيو شو اسم الفانكشن؟ اندرسكور اندرسكور جيت ايتم. جيت ايتم شو اسم الفانكشن؟ جيت ايتم سيل، باخذ السيلف اللي هو الاوبجكت، والاذر اللي هو السبسكريبت. الاذر شو هو؟ الاندكس. صح، ليش اسميه اذر؟ بسميه اندكس. وباخذ السيلف الاوبجكت زي ما احكي اي1، اي1 هاي سيلف، الزيرو هاي اللي هي الاذر اللي هي الاندكس. وانت بتكون عاملت اوفرلودنج بالجيت ايتم لمين؟ للسبسكريبت للبراكت. جيت ايتم بتكون عملت سبسكريبت. متى بضطر نعمل للسبسكريبت؟ اذا كان في عندك كلاس بداخله اري، بدك ترجع لعنصر داخل الاري عن طريق اوبجكت، تعمل الجيت ايتم. اول شغله بدي افحص الاندكس. اف اندكس متى بكون صح؟ اذا كان من سالب واحد ضرب سالب دوت طول السالرز من سالب، لأنه أنا عندي إندكسز موجبة وسالبة، أكبر أو يساوي. طبعا أنا بحبش هاي صيغة الرياضيات بس بدي أكتب فيها الإندكس وأقل من اللين of cell dot seller. إذا تحقق هذا الشرط، لأنه في إندكس السالب سالب واحد سالب اثنين سالب 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 عند سالب إن أول عنصر، صح؟ اللي هو سالب الطول سالب 12. في اندكسز موجب 0 1 2 3 لعند ان ناقص 1، لهيك حطيت اقل هون. اذا كان الاندكس صح بقول له ريتيرن، شوفوا ريتيرن سيل دوت ايش؟ سيلرز سب الاندكس. انا راح ارجع بس عنصر من السيلرز. ايلس ممكن اقول له ريز ايرور، ريز index error. هاي ريز، في عنا error اسمه index هاي index error. incorrect index index خاطئ. شوفوا هسه راح اعطيه عمل لي ايرور. قبل شوي كان عامل لي ايرور، هاي اعطاني راتبه بالشهر الاول اي1 ولا اي2. انا عملت اي1 سب 0 292. مش طبقت على اي 2. انتبهوا هون مبدأ الريفرنشيال. شوفوا لما طرحت 50 السيلرز كأوبجكت كانت، لأنه استخدم نفس السيلري استخدمها بطريقة الريفرنشيال، هي كشوفوا تغيرت حتى للأوبجكت E2 E1 تغيرت لأنه استخدم طريقة الريفرنشيال، صارت 292. بس هي كفكرة مش مشكلة، هي إن كان أحط قيم ثانية للسيلرز لإي2، بس أنا حطيت كفكرة. شوفوا أعطاني إنه الراتب الأول
الشهر الأول راتب الشهر الثاني وهكذا. كيف عملت الاندكس عشان أقدر أستخدم السبسكريبت مع أوبجكت يرجع لعنصر؟ عملت overloading للجيت آيتم. الجيت آيتم هاي overloading، بس إذا بدك تقول لي هسا E1 sub 0 يساوي هذا الرقم مثلا، إذا عملت run بعطيني error. طب قولي ما أنت عملتي overloading للسبسكريبت، عملت overloading إني أخذ قيمة، أحصل على قيمة، أحصل على قيمة بدون ما أغيرها. إذا بدي أغيرها في method اسمه set item. شو اسم الoverloading؟ set item underscore underscore set item. اتفقنا؟ طبعا خلاص بنكفي كل get item. أعمل لكم set item. إذا بدك set item ها هون بس يرجع القيمة وأقدر أطبعها مثلا. طب إذا بدي أغير عليها اسم الفانكشن set item مش get set. set item الindex إذا كان بدل ما يعمل return بيعمل يساوي يساوي إيش؟ هنا ثلاثية راح تكون، شوفوا في V كمان value. value شوفوا الاوبريتر الست ايتم، ست ايتم اوبريتر ثلاثية. شو يعني ثلاثية؟ بتاخذ الاوبجكت اللي هو السيلف، بتاخذ الاندكس، وبتاخذ القيمة اللي بدي اسندها لهذا العنصر E1 sub 0. شوفوا اخذت القيمة. لو هسا عملت print E1 sub 0 راح الاقيه تغير، شايفين 7634. اعمل له عملية اسناد للسلاريز داخل. شوفوا الجيت ايتم والست ايتم هذول ما اخذتوهنش. اذا بدك تعمل overloading للاندكس تحصل على قيمة، اذا كان الاوبجكت بداخله array تحصل على قيمة عنصر من هذا الاري، عنصر معين. بدك تعمل الجيت ايتم يعني تستخدم انا السبسكريبت او الاندكس مع الاوبجكت. حتى لو بداخله اري ما بقدر استخدم السبسكريبت مع الاوبجكت الا اذا عملت overloading للست ايتم والجيت ايتم. الجيت ايتم عشان ارجع قيمه فقط من الاري، الست ايتم عشان اعدل قيمه. لاحظوا الست ايتم طلعت ثلاثيه لها ثلاث اطراف، سيلف اللي هو الاوبجكت والاندكس اللي بده يكون بين البراكت والفاليو اللي بدي اسندها للاوبجكت، الفاليو القيمة اللي بدي اسندها لهذا العنصر. إذا هاي ثلاث اوبريتر طلعت ثلاثية مش ثنائية الست ايتم، سيلف واندكس وفاليو أخذت. واضحة الفكرة؟ واضحة الفكرة؟ سجلت حضور وغياب، أعطيتكم أرقامكم متسلسلة ولا؟ خليني أقرأ القلم. خلينا ناخذ حضور وغياب. رعد علي، رعد علي، رعد علي موجود؟ رعد علي زواتي يوم كم الشهر؟ 26/7. سيف تحسين، سيف تحسين، موسى بني عواد، سجى كمال، سجى كمال، محمد المقابلة. طبعا مزبوط الشيخ، الفصل قرب يخلص. سجى كمال اللي عنده مشكلة بالمايكروفون يعمل ريز هاند، مش بعد ما تخلص المحاضرة يقول لي مش مسج، ريز هاند، لأن المسجات الشات. طيب محمد عبد الرؤوف عبيدات. نعم دكتورة. جمال عبد الرحمن محمد، جمال عبد الرحمن محمد العبيد. محمود خالد، محمد عبد الرؤوف عبيدات، خلص قلت لي نعم انت صح. محمود خالد، نعم يا محمد عندك سؤال؟ محمد عبيدات عندك سؤال؟
محمود خالد اللي عنده مشكلة بالمايكروفون، محمود الواكد رح أسجلك غايب حتى لو مسجل لي اسمك وطالع. أنت بدك تقول نعم، ما قلتش نعم غايب. بلقيس أنور، بلقيس طيب. حنين نعيم موجودة. أيمن عارف، أيمن عارف. أحمد السعد، أيمن عارف. كل واحد بيقولش نعم بحطه غايب. آية محمد، نعم. ياسين عبد الرحمن، ياسين عبد الرحمن. محمد العبيدات، لؤي خالد، لؤي خالد. حامد إبراهيم، لؤي خالد. اللي طلع اسمه وقال نعم يطلع. لؤي خالد، نعم. موجود؟ موجود. طيب ريم وليد، ريم وليد سالم عجاينة. ريم، حمزة حسين. محمد الخطيب، حمزة، حمزة حسين. أحمد غازي، أحمد غازي. ضيف الله الآغا، باسل عبد الله. محمد العدوان، موجود دكتورة. حمزة محمد حسين جبر، حمزة موجود. موجود دكتور. زيد سامر عبد المنعم الرطروط، موجود دكتور. عيسى إياد، عيسى أبو الخير، موجود دكتورة. محمد براء، أحمد خالد أبو صيني. محمد براء، عمر حسين، إبراهيم مقدادي. عمر حسين، أيهم محمد خلف عاشور. أيهم، أيهم محمد. رغد هاني، محمد جرادات. رغد هاني، رغد هاني. محمد جرادات. أسامة محمد خير، حسين الطعاني. أسامة محمد خير. غيداء زايد، أسامة موجود. غيداء زايد، غيداء، غيداء زايد. سالم هياجنة، غيداء. عندك مشكلة بالمايكروفون حط ريز هان عشان أشوف. أسامة، أسامة خلص شوفت ريز هان. اللي عمل ريز هان مش مشكلة، بس يبقى نادي اسمه أكثر من مرة. عمر عبد السلام، عمر، عمر عبد السلام. ملاك جهاد، ملاك جهاد. أحمد سبعنة، عبد الله عدنان. يونس لزيود، عبد الله لزيود. عبد الله عدنان، يونس لزيود. رغد فارس، محمود طلافحة. نعم دكتورة. وفاء محمد مصطفى بني حمد، وفاء. مشعل صبر، خالد العنزي. نعم دكتورة. مروان خالد عبد الهادي الحراحشة، مروان، مروان الحراحشة. رضوان ماجد راضي الزعبي، موجود دكتور. محمد سمير، محمد عبيدات، حاضر. سارة محمد، يوسف عيسى، موجودة. أسيل جمال، حسين الزغل، موجودة. ساجدة أمجد، محمد القرآن، موجودة. أنس هاني، محمد النجار، موجود. صفاء إبراهيم، أحمد دواهدة، صفاء موجودة. ميس محمد، ياسين سكرية، ميس، ميس محمد.
عبد الله حسين حمدان علي. عبد الله حسين حمدان علي. باسل أحمد عبد الرحمن عبيدات. باسل باسم باسم عفوا باسم أحمد عبد الرحمن عبيدات. باسم عبيدات. دكتورة نحط رقم ولا اسم ورقم جامعي؟ ولا تقول لي نعم بس. عبد الله حسين موجود؟ آمين دكتور. موجود قول لي نعم، ما قلتش نعم بس أجلك غاير، يعني أنت سجلت غاير. باسم باسم أحمد عبد الرحمن عبيدات موجود. سجى عمر مصطفى القيسي. سجى سجى عمر. مرح شادي أحمد الحمود موجودة. وين غيداء هياجنة؟ غيداء أحكي نعم، لما نحكي أكرر الاسم. محمد براء. آه دكتور. نعم يا محمد. دكتور أنا موجود بس لما نديتي على اسمي المايك إنه ما كان خربان فجبت سماعة ركبت. أنا أقول ترفع ريز هان، يعني مش راح أقبل العذر هذا آخر شيء. أنا بقول لك ارفع إيدك ريز هان. طيب. أنا رافع ريز هاند بس يعني حبيت أأكد. بس يطلع اسمك، بس يطلع اسمك مش بعدين. مين كمان؟ أول الأسماء. مين كمان؟ دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك. يعني ما طلع اسمي. شو اسمك؟ سيف بن عوال. سيف تحسين موسى بني عوال. طلع بتكرار لأنك أنت رقمك 2، يعني أول إشي رقمها 2016 أول إشي. مين كمان؟ دكتورة أنا محمد براء رقمي 20 كان. محمد براء أبو صيني، أنت قبل شوي قلت لي. بس كتير العذر غير مقبول. لا شطبته بس مرة ثانية بتحكوا نعم مباشرة. خلاص تمام دكتور. مين كمان غيريهم؟ خلاص اطلعوا، طلع اسمه وقال نعم يطلع. ترى تفضلي. اي ساعة رح يكون امتحاننا؟ احنا حكينا على 9 بس في زميلتكم بتحكي، احنا حكينا يوم الاثنين بس في زميلكم قال عنده امتحانين غير اللاب، حكينا للاربعاء. الاربعاء المفروض وقت المحاضرة، يعني مش راح أبلش على 8 عشان ما تكونوش نايمين، على 9. زميلتكم بتحكي عندها موعد مع الدكتور. ترى أنت لو تخليه 11-12 هيك، يعني بعد الظهر بس، أو يعني بهذا الوقت. نشوف ممكن يعني نغير الساعة ممكن، بس أنا ليش اخترت وقت محاضرتنا خلال وقت المحاضرة؟ عشان ما يكونش في تعارضات مع أشياء ثانية. دكتورة بعد الظهر في امتحان المبادئ الأمن السيبراني ممكن، بعرفش أي ساعة بس بعد الظهر أعتقد. خلاص بنشوف، بلكي يعني بعد الثنتين بعد الثلاث إذا سمحوا، أو بعد الأربعة. هو فيش مجال الكلية تحدد؟ يعني لو أنت حددت موعد والكلية حددت موعد بتغير صح تلقائي؟ خلاص أنا إذا الكلية حددت بناخذ موعد الكلية إذا حددوا، بس مش راح يحددوا على الأغلب، لأنه أصلاً هي مش متعدد شعب، هي شعبة واحدة، يعني هي شعبة واحدة عادة المدرس بيحددها. مش متعدد شعب، متعدد شعب بيحددوه الكلية أو بس في امتحان بعد الظهر هو الثنتين كأنه ممكن نخليه بعد الامتحانات إذا فتحوا عادي المجال الموديل فتحونا عادي إنه ممكن تمتحن بأي وقت، ممكن نعمله بعد يعني مثلا الامتحانات للساعة 3 للساعة 4 نعمله على 5 عادي، اللي ما يتعارضش ولا مع امتحان. أحسن هو. ممكن هيك نعمله. تنشوف هسا بشوف الامتحانات بهذاك الوقت هذاك اليوم. تبعث إيميل بالموعد صح؟ ببعث. تمام إن شاء الله. نعم يا وفاء. الله يعافيك دكتور. أخذت حضور؟
أخذت. بس طفى موبايلي هلا شغلته. وفاء بني حمد، ما هو لازم تضلي انتي في المحاضرة. يلا يعطيكم العافية.